اليوم حنا مع حاله اختفاء جديده ديال هشام اللي تقريبا العمر ديالو 40 سنه، اللي كنت عايش انت الام ديالو عايش معكم، هو اللي كان تيخدم على الدار وتصير على الدار. بينك تعاودي لنا كيفاش تحولتوا من المحاميد لهذا دوار السلطان اللي تابع تسلطنت، وعلاش هذا السيد هذا ما حملش انه يسكن هنا؟ حنايا كنا في المحاميد، كان خدام مزيان، كان با باقي صحيح، كان خدام، كنا ساكنين تما مبرعين ولادي، ما خصهم والو. مرض باهم بعنا هذيك الدار باش هو خص شويه نخسروا على باهم الفلوس. جينا قبلت لينا هنايا، باهم مات ياك، الولد مسكين خدام علينا، هو هز خوتو وهزني انايا وتيصور الفلوس. حنا كنا درنا واحد السلك ديال الضو هنايا، حنا وهاد الجيران، ملي درنا جبنا حنا وياهم الضو، ملي جبنا حنا وياهم الضو بقاو قالك ما ديرش على حيطنا، بقاو شاد لنا الضد. واحد النهاريات هما طيحوا علينا ديك التيجان كطرطر الضو، جا هو بيقادو هي تحيه المرا طيحاتو في الارض، هو الولد تيحشم، كان باقي صغير ديك الساعات، ما قال لها والو. بقيت حنا العمر ديال ديك الساعه، ديك الساعات في عمره شي 23 عام 22 عام، انا ولدت عندي 15 عام، انا بنت 66. قلت ليك وتعذبنا، تعذبت عليهم تكرفست عليهم. منين ضحاتو طاح، جا في حالاتو دخل، مشينا حنا عند القياده وداكشي قلنا لهم، قالوا ردوا لنا الدور، ردوا لنا السلك. بقاو شادين مع تلقى باب الدار فازك، السطح فازك، باب الدار فازك، تدخل تيتخنق، تيبدا يقطع في حوايجو، تيرمي، تيهز تيرمي، تيهز الحاجات الغاليين تيدي ورميهم، تيهز كلشي تيدي يرمي، تصور تيدي ورمي، كلشي تيدي يرمي، كلشي داكشي تيدي يرمي. تيدخل تيخرج من الدار تيولي مقاد، يدخل الدار تيجي نفس المشكل في الدار. ديتو للسبيطار، ديتو للسبيطار الاعصاب، تندوز تنشري الدواء غالي، صوليو ب 9000 ريال ديك الساعات، تنشري الدواء غالي، تيخسر 40000 ريال ديال الدواء، كنا ما كانش السيمانه صافي. الولد هير تيفوت داك ينعس ينعس ينعس، يعاود يمرض من جديد، داكشي تيعاود يرجع عليه من جديد في هذه الدار هذه. حلفوا عليا، قال لي خصك تريحلي من هذيك الدار، كنقول مش هذا الشباب الدار، قال لي خصك تخوي انت من هذه الدار، ما تسكنيش انت حدانا. انا ما عيني باه مات ليا، ما عيني ولاد مرات ليا ولادي، تنمشي تنجف تندير الميناج تنشقى عليهم تنجيب لهم ما ياكلوا. تيقولوا في هاد الناس الهضره قبيحه، جوجوا ليا ولدي، ولدي ماشي حمق، ما تزادش حمق. شحال المده هو مرض منين وقعت هذيك الواقعه مع هذوك الناس؟ شحال هذيك الساعه المرض في ذاك الشهر فاش هو ضد يعني معانا؟ شحال المده؟ ما كاينش من 20 يوم، ما كاينش يعني تغير الولد، بدا تيدي الموطور يبيعو رخيص، يدي الحاجه تيبيعو رخيص، يبيع يرمي البيسيلي يرمي التصاور. حنا ولنا صافي، ولا الفلوس ما بقى عندناش، كنا يعني ما كانش مريض هو، ما كانش مريض هو، كان عنده واحد العقل زوين، هو ما عنده عقله زوين، ماشي حمق، هو عنده عقله زوين، هو كان تيقرا وكان يصور فلوس، ما تصور هو بعدا شرع مع با الدار، هو عنده 20 عام وعاون با وشنا الدار في المحاميد بعدا. هي فاش كان با مرض وخصو السبيطار كون قال شي جينا عاوتاني لهاد الدار، قال نعديو فيها من نهار دخلنا لهاد الدار تكرفصنا، يتعدوا عليه تلقوا عليه ولادهم، يزفوا ليا باب الدار، وحق الله ما كذبت عليك، تيزفوا لي باب الدار كنكون خارجه يزفوا عليا، تيزفوا عليا بالسطح، من السطح تيتزف عليا، تسمع البربر بم بالحجر، تيطلقوا عليا ولادهم، ولادهم ولاد هادو واخا لا يعني ولاد يعني هشام. يعني كيفاش درت انه اختفى؟ اختفى تقريبا هذا الشهر، تقول لي في الضيقه تندخل، تقول لي انا في الضيقه، انا في الضيقه، انا خصني نخرج من هنايا، انا في الضيقه، انا مضيقه، انا ما تنتنفش، ما تنتنفش، تيخرج من الدار يتنفس صافي. لا بنا صافي، هذيك نط دخلت السمسار، بينا نبيعو، جاو الناس عطاونا داك الشيء اللي قسم الله، بينا نشوفو دويرة أخرى، وهما جاو حرشوا علينا الناس، قال لهم لا حيت هما عرفوني، بنت نهرب ولادي ورحلت حويجاتي وتسلفت من عند الناس وكريت لهم داك الشيء. سببكم هذا الشيء كلشي جيران؟ الجيران كلشي سبب الجيران، كلشي يعني هذاك النهار اش دار هذاك النهار قبل ما يعني ما يغبر ما بقاش قبل ما يغبر. انا خرجت به، خرجته لبست حويجات ومبرعه وتنجيب ليه، ما خصو والو، دابا نوريك شنطه تجيب لي الحوايج من الناس وكلشي. وخرجت انا وبيا، خرجت ديتو الجامع فينا وكلشي، وجيت قلت له شوف هشام حنا غنصبروا نصلحوا هي شويه وغادي نبيعوها. وقال لي اماما دابا زبر سلطان الدكاتي، نصبروا فيها على الله، درنا راه غادي باقي تصايب وغادي نخدم وغادي صافي. نهار ثلاث ايام هرب، ثلاث ايام هرب. فاش من ساعه بالضبط فاش مشى؟ هرب في العشيه، هرب في هذه الوقيته في العشيه مع السته هكاك هرب. تبعته انا لاكادير، قلبت في اكادير، مشيت لتما للخيريات، مشيت للسبيطارات، مشيت قلبت حتى اللي تصوروا، ما كاينش. جيت عند الجدرميه والو، غبر غبر غبر، ما كاينش، ما كاينش لي الحس، ما كاينش لي عتق، ما كاين لا رحم. ما سولتو صحابو؟ ما سولتوش؟ ما كاينش لي دخل؟ لا هو صافي، هو حنت مرتقيطه مع صحاب. ولا كنتي شفتي الوالده اش بتقولي ليه دابا؟
كنقول لي رجعي، حنا كنا محشيناك وكنا كنتسناوك وما بينا حتى حاجه بلا بيك، ورجع لدارو. درت امر جهه الامر لله وخرج لخدمتي، واخا مشى ليا الولد وهاد الناس يتعدوا عليا، واخا داكشي كلشي تلقوا ليا ولادهم والله يخلصوا من الجيران ما دين عليا تدري شي حاجه لولادي، وما اللي دير لي هاد الشيء وما تيكني ما تيسكر، وما باهم كان مسكين ما تيسكر، ما حنا ما عندنا شربش في الدار، ما عندنا لا قهر وما عندنا والو نقيين. وانا كنت صابره ومتجوز صغيره عندي 14 عام ومتجوز درت العقد في العروبيه وولد صغير، انا ملت عندي 15 عام وصبرت عليهم قاسيت معاهم، وما عمرني مشيت خليتهم بوحدهم ولا عمرني مشيت لشي بلاصه وخليتهم تنخيط كديره ما كاينه تنخيط تنطرز طرز البلدي وقاصه في داري وقبل اولادي. هاد الناس تفاجئتي هاد الشيء اللي جانا، والله اعلم منين جانا هاد الشيء، هاد الشيء اللي جانا جانا في هاد السكنه، هاد الشيء في هاد الدار تيديرون هاد الشيء وحق الله. كانوا تيتلقاو لي تما وضربوني واحد الخطره انا خارجه، تيتلقاو لي ولادهم جات امهم ضرباتني. يعني درك هاد الاسباب الاختفاء ديال هشام هو هاد الناس جيرانكم؟ هما جيران، جيران الصراع، هما جيران، جيران السوء، هما اللي داروا لي الولد هاد الشيء. مالو وصلوا هاد الشيء 14 عام وانا تنقاسي معاه، مات لي با 10 سنين دابا وانا تنقاسي ومقابله، وتقولوا فيها هضره قبيحه وتقولوا ما تنتاجوا داك الشيء ومقابله ومجالسه معاهم وتنجيب لهم داك الشيء اللي قسم الله ما خليهم والو حتى حاجه اللي قسم الله نجيبوا لهم. ولكن هاد الناس معدين عليا وجاتهم الله، هما اللي هججوا ليا ولدي، رانا وجاتهم لله رحم الرحيمين ياخذ فيهم الحق، وانا ما تنعرف والو تنعرف غير الله لا اله الا محمد رسول الله. هنا مع الخالة ديالو اللي غادي تحكي لنا السبب ديال اختفاء هشام اللي تقريبا عنده 40 سنة، يعني اختفى هذه 7 شهور في ظروف غامضة، نخليوها أنها تحكي شنو السبب وشنو الظروف حتى اختفى. يعني هشام علاش شنو السبب ديالو حتى دفعته للاختفاء؟ هشام السبب ديالو هو كان واحد الولد غزال، يعني كان معتبر هو لا ميور زعما في العائله فهمتي. من بعد ما هشام مرض وقع عليه هذا المشكل اللي وقع عليهم هما بين الجيران هذا وهذا، المهم هشام هز داكشي اللي هز وهز لاكارت ناسيونال ديالو اختفى يعني بصفه نهائيه. الى حد الان حنا تنتظروا ان شاء الله الفرج وهذه وهذه، مي الى حد الان باقي ما كاين والو. المهم هشام كان احسن ولد والله العظيم، والله شاهد عليا بهذه الهضره اللي تنقول، كان تيهز عائلته من كبيرهم لصغيرهم، الاسره الصغيرة راه زعما ديالو كان تيهزهم. تصور هو عنده 20 عام 18 16، كان هو المعيل الوحيد زعما، وكان هز باه هز خوتو هز كلشي بالقرايه بكلشي باي حاجه. هشام كان ولد طيب، يعني طيب طيب الاخلاق طيب، اش غنقول لك الله اللي عالم. دابا انا تنهضروا الحميده تبرش عليا والله العظيم، من اختفى جانا هذا الشيء غريب فهمتي. هما المهم المشكل ديالهم الواحد هي منين سكنوا في هاد الدوار، هاد الدوار هو اللي كان لهم سبب المعاناه الى حد الان. يعني بقاو تيعانيو، هشام كان مرض مشى للسبيطار هذه حتى لواحد النهار، نهار هو يزيد بصفه نهائيه. نهار يعني فاش قرر هو يختفي، يعني اش دار بالضبط هو في الدار؟ فاش كان فاش قرر يختفي يعني كان مع ماماه البارح، قالت لي كنت في المدينه وساريتو هذا وهذا ومشيت انا وياه عاديين. المهم النهار الاخر هو خلاهم تخرجوا وهو يهز الفليسات وهز لاكارت ناسيونال ديالو لا حوايج لا يديك لا يخليك، وقال من هنايا زادو. واش كانت عنده شي مشاكل مع ما عندوش المشاكل نهائيا، المشكل الوحيد هو داك الشيء اللي قاسو مسكين. كان الولد عادي، كان الولد غزال ومصاب لكو، كانوا ديك الفيديوهات باقي عندهم وداك الشيء اللي كانوا تيعيشوا هذا وهذا نوريهم لكم وتشوفوا كي كان زعما فهمتي. كان ولدي يضرب به المثل حتى سبحان الله، سبحان مبدل الاحوال، اشنو داك الشيء اللي وقع الله اعلم. شنو الحاله اللي كانت تجي هو ملي كنت تكون قاعد في الدار؟ كانت تجي الحاله مره تيبقى يهضر بوحده بحال هكا، يهضر غير بوحدو مسكين في القنيت، ما يمشي ما يدير لا مشاكل لا هادي لا يديك لا يخليك، تيبقى تيهضر بحال هكا. وشويه عاود تيجي تيقول لها ماما انا راه مضيقه، ماما انا مريض انا. المهم هي دارت محاولات، شبرت العربون ما عندش ناس باش تخرج بحالها كاع بصفه نهائيه من هاد الدوار. مشات هزوا حوايجهم داوهم كراو لواحد الدار باش يحطوا حوايجهم على بيد ما تبع هنا، جاو قالوا لهم عندكم تشريو ديك الدار فيها الجنون فهمتي، يعني خلعوا ديك الناس، دوك الناس تخلعوا وشاو فحالهم، يعني هما حاطين عليهم فهمتي. هذا هو المشكل ديال هشام فهمتي. وبيبداو يتقاسوا لها ولادها فهمتي، بيبداو يتقاسوا لها بواحد بواحد، لان داك الشيء زعما ماشي غريب. والمراه كانت سولتها، كانت هي وياها في اليلا سكنوا، سولتها قالت لها فينا هو المخير عندك في ولادك، هذه حتى هي قالت لها انا هشام هو المخير عندي في ولادي. انا ما تنامنش بان هذا الشيء كاين، ولكن على بعد ما جربنا وعلى ما شفنا وهذا الشيء اللي وقع لهم هما، يعني كانوا ناس ولاو ما فهمتي، تيقت بان كاين الشعوذه وكاين الحقد وكاين فهمتي وكاين الانتقام وكاين علاش على والو على والو. واش كانت شي صدمه كبيره بالنسبه للعائله من اختفاء هشام؟ طبعا كلشي مرض، كلشي تعذب، كلشي تكرفص، كلشي تيبكي، كلشي الله اللي شاهد، يعني الليل ماشي هو الليل، النهار ماشي هو النهار.
يعني تغيرات كثيرة وقعت في هذه العائلة بسبب هشام، ويا ريت ليكون هذا هشام يعرفوا شي حد ولا يشوفوا من المحسنين من الناس من المغاربة كافة، نطلب منهم زعما إلى بان لهم هشام وشافوه العارض الله والعارض ديالها سميتو إلى ما يقولوا لنا ولا يتصلوا بالنمرة ديالنا، ولا يعني حنا راه حنا عايشين واحد المرض واحد الصراع واحد هذا راه الله اللي عالم. ولكن هشام تيشوف هذا الفيديو تنطلب منه عافاك هشام اجي عند ماماك، انت عرفتي ماماك مسكينه قصت معاك ضحات يعني ماماكم اللي تزوجات باباك صغيره من ديك وقصت مع المرض وقصت 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 وصبرت على كل حاجه خايبه وزينه في سبيل باش تكونوا نتوما حداها وليداتها وانتوما هما السند ديالها هما الدفاع ديالها هما الوصول ان شاء الله الى درجه عليا، فهمتي؟ يعني الانسان شي يتمنى من وليداته يكونوا احسن منه. هذا الشيء اللي تنتمناو من هشام، يشوفنا ويعطف علينا ويحن قلبه ويجي.